السلام عليكم. طفت ظاهرة الحزام الأمني في عدن إلى السطح كحالة غريبة خارج سياق الدولة ومؤسساتها الأمنية، واتضحت الصورة أكثر بعد أن أقر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية لواء حسين محمد عرب ضرورة أن يخضع الحزام الأمني في عدن لوزارة الداخلية. وكما يبدو من خلال الإقرار الذي تم في يوليو الفائت، فإن الحزام يعمل بمعزل عن السياق المؤسسي العام للسلطة المحلية، حتى وإن لم تبدي السلطة المحلية أي تبرم معلن كما يقول متابعون. على خلفية الاحتجاجات من ممارسة الحزام الأمني بعدن والخروقات وتضارب البيان حول موقف السلطة المحلية منه في عدن، تعكرت رؤية الدولة فيها باعتبارها النواة التي يعول عليها الكثير في أن تكون النموذج الأول لتشكل الدولة اليمنية الجديدة التي يقاوم اليمنيون من أجل تحقيقها. وفي ذات السياق المتصل بشأن السياسي، تظهر تصريحات حيدر العطاس وهو مستشار رئيس الجمهورية خارج السياق السياسي العام للدولة، وهو ذات الخطاب ما قبل الوطني للعطاس الذي يبدو أنه لم يتطور حتى بعد أن أصبح الأخير مستشارا لرئيس الجمهورية اليمنية. حول الحزام الأمني لعدن وتصريحات العطاس ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. في يوليو الماضي أقر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية اللواء حسين عرب في أن يخضع الحزام الأمني في عدن لوزارة الداخلية. موقف يلقي قليلا من الضوء ليجل الغموض والضبابية اللذين يحيطان بما يسمى الحزام الأمني. فما هو الحزام الأمني ومن يتبع، وما هي المخاوف من وجود كيانات تعمل خارج المؤسسة الأمنية في المحافظة؟ يتداول الناشطون قصصا محزنة عن ممارسات قوات الحزام الأمني في عدن تجاه الراغبين بالدخول للمحافظة أو أولئك العائدين إلى المحافظات الشمالية، ناهيك عن السلطة الموازية التي انفرد بها هذا الحزام داخل المحافظات بمعزل عن سلطة المحافظة المعروفة. وفي مطلع الشهر الجاري صدر بيان نسب إلى السلطة المحلية بعدن يعبر عن عدم الرضا عن بعض الإجراءات الأمنية التي يتخذها الحزام الأمني، لكن سرعان ما صدر بيان آخر ينفي سابقه الذي تضمن نقدا لأداء قوات الحزام الأمني، في تأكيد أن ما ورد في البيان السابق لا يعبر مطلقا عن وجهة نظر أو موقف السلطة المحلية. يرى مراقبون أن التضارب في البيانات هو نتيجة لاحتدام نار الخلاف تحت رمادي اللغة الدبلوماسية، حيث تكشف التصريحات المتضاربة عن الهوة بين سلطة الحزام والمحافظة، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الدولة في عدن. فيما تبدو عدن في حالة من السعي المستمر لتثبيت حضور الدولة كأولوية للعاصمة المؤقتة بعد التحرير، إلا أن تركة الميليشيا الإنقلابية ونظام الاجتياح قد أثر على عدن بصورة أعمق، وأفرزت تداعيات لها تبعات أمنية شكلت إعاقة إضافية لتثبيت حضور الدولة في المدينة التي اتسمت بالمدنية كما عرف عنها. تظل الانتهاكات التي تمارسها قوات الحزام الأمني حديث الساعة، ناهيك عن التحذيرات التي يطلقها مراقبون للمشهد العام في عدن عن مخاطر عدم إحكام الدولة قبضتها على أدوات السلطة في المناطق المحررة. أمر يحمل مؤشرات خطيرة تكشف عنها أصوات مناطقية ترتفع منذرة بنزاعات البلد أغنى ما تكون عنها. إذن بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا. اليوم أستاذ نبيل، تحت أي إطار يمكن وضع ظاهرة الحزام الأمني في سياق شكل الدولة في اللحظة السياسية الراهنة؟ باعتقادي الإجابة على مثل هذا السؤال هي تطلب أن توصيف قانوني أولا لمسألة مثل هذه القوة التي أتت خارج إطار السياق القانوني والدستوري للبلاد. يعني نحن على امتداد مرحلة ما بعد تحرير عدن وفرار الانقلابيين منها، لم نرى أن صدر قرارا فيما يتعلق باستعادة الدولة أو مؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية، فضلا عن أن يتم هناك حديث عن وجود قوة في شكلها البسيط، قوة قوامها آلاف من الشباب وتخضع أيضا لسلطة يعني غير معروف من تتبع هذه السلطة، فضلا عن أن يصدر قرارات حقيقية، قرارات جمهورية بهذا المسمى بالحزام الأمني. لم يصدر هناك أي قرارات، ولم حتى أيضا، والكارثة الكبيرة أيضا حتى أن السلطة الرسمية أو المحلية في عدن دائما لم توضح للناس طبيعة العلاقة القائمة بين هذا المسمى أو هذا الكيان المسمى بالحزام الأمني والسلطة المحلية.
فضلا عن ذلك أيضا مسألة وزارة الداخلية اليمنية التي يفترض أن تقدم للناس تفسيرا أو توضيحا لحقيقة هذا الكيان الذي يعمل خارج إطار السلطة الرسمية سواء على المستوى المحلي في عدن أو المستوى السلطة الشرعية ممثلة بوزارة الداخلية. نحن أمام أسئلة كبيرة يجب أن توجه للأجهزة المعنية وللوزير الداخلية تحديدا ورئاسة الجمهورية تتبع من هذه الكيانات حتى يتم البحث في مسألة مثل هذه الكيانات التي تعمل خارج إطار المؤسسات. والكارثة أيضا أنها تعمل أيضا تحت مسمى السلطة الشرعية، لأنه لا يمكن أن نقبل بوجود كيانات ما لم تكن هذه الكيانات تستمد غطاء شرعيا من السلطة الشرعية. وإلا كيف سيتعامل الناس معها أيضا؟ هذه أسئلة يجب أن توجه للقائمين على هذا الحزام الأمني وأيضا السلطة المحلية في عدن لتفسير هذه العلاقة القائمة، وهي علاقة أيضا تثبت أو أنها أيضا نتيجة لتعبير عن الفشل الكبير الذي حاصل، الذي نادينا منذ فترة مبكرة بضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وإملاء الفراغ الأمني، فنشأ هذا الكيان فجأة وأصبح اليوم هو المتحكم. طيب هذا يدفعني للسؤال إلى هو، هل هذا يمكن يعني ظهور هذا المسمى الحزام الأمني له علاقة بمرحلة ما بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن ومحاولة دمج فصائل المقاومة بمؤسسات الأمن والجيش؟ كان يفترض في الإطار أو في السياق الطبيعي للأحداث في عدن بعد التحرير أن يتم استدعاء المقاومة التي شاركت بشكل كبير من كل الفصائل التي شاركت في معركة التحرير، وإعادة توزيعها وفق وتنظيمها وفق آلية تصدر بقرارات دستورية، قرارات جمهورية واضحة. أما أن يتم الحديث عن تشكيل كيانات خارج إطار مؤسسة رسمية وخارج إطار أيضا المتعارف عليه بالقانون والدستور في الجمهورية اليمنية التي يرأسها الرئيس عبد الرب مصر هادي، يعني هذا دلالة وتعبيرا صارخ على مدى الفشل الكبير الموجود. هذا الفشل الذي تمثل أيضا ليس فقط في مستوى إدارة هذه المؤسسات بل في مستوى أداء هذه الكيانات الغير شرعية والغير معترف بها أيضا وفقا للدستور والقانون. وبالتالي الحزام الأمني عندما نتحدث ويتحدثون عنه أنه لحماية عدن. عدن حتى الآن أكثر، يعني لا يوجد أي فشل أمني في المناطق المحررة كما هو موجود في حالة عدن. لازالت التفجيرات، لازالت الاختطافات، لازال تهجير للناس، لازال، يعني نحن أمام أسئلة حقيقية. بل تحول هذا الكيان، يعني ما هو السبب الذي يعني وفقا له تحدث هذه التفجيرات في عدن بصورة أكبر من غيرها من الأماكن، وإن كنا ربما قلت وتيرة هذه التفجيرات في الفترة الأخيرة؟ هي يعني حتى وإن قلت هذه التفجيرات لكن لا يعني أنها لن تحدث هذه التفجيرات. نحن أمام مشهد مفتوح. بل الكارثة اليوم أنه هذه الكيانات تعمل في خارج إطار الدستور والقانون، ليس لها قانون ناظم. يعني وفق أي قانون تعمل هذه الكيان أو يسمى بالحزام الأمني؟ لا يوجد لها أدبيات تعمل في إطارها، تتدخل في كل شيء. يعني على مستوى حتى مثلا نقاط العبور ومسألة ضرائب القات ومسألة تهجير القائمين والمقيمين في هذا في عدد من المناطق المختلفة. يعني نحن أمام حالة ميليشوية أكثر تهديدا للسلم الاجتماعي والداخلي في عدن من أي شيء آخر، لأنها تعمل خارج إطار سلطات وقانون معترف بها وهي سلطات الحكومة. طيب سياسيا كيف سيؤثر هذا على واجهة الحكومة الشرعية باعتبارها أنها اتكأت أو على الأقل لا تتحدث أو تسكت على وجود مثل هكذا سلطة في إطار نموذج يفترض أن يكون أفضل من الأماكن التي تقبع تحت سلطة الانقلاب؟ المفترض والطبيعي هو أن يتم توصيف هذه الحالة من قبل السلطة الشرعية. السلطة الشرعية هي المعنية بتحديد من يمثلها على الأرض وفق أي سلطة وفق أي قانون وفق أي عمل أو أدبيات يمكن أن يعمل هذا الكيان. لكن الكارثة الآن أن السلطة الشرعية المطالب بتوضيح مثل هذا المسار ومثل هذا العمل حتى الآن لم تصرح للناس وتقول لهم أن هذا الحزام الأمني يتبعنا أو لا يتبعنا. بالأخير ستتعامل الناس وفقا لهذا القرار الموجود رسميا، لكن حتى الآن لم يصدر قرار رسمي أو حتى تصريح رسمي يحدد ماهية العلاقة وماهية هذا الكيان الموجود والذي أصبحت يعني أخطاؤه جسيمة وكبيرة وتهدد ليس فقط مسألة الأمن والاستقرار، إنما تهدد مسألة الهوية
الداخلية للمجتمع اليمني. طيب دعنا نأخذ وجهة نظر قريبة من عدن. من هناك ينضم إلينا مشاهدينا الكرام وكذلك سيد نبيل الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني معنا من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ عبد الرقيب. ما هي يعني أبرز مظاهر أداء الحزام الأمني في عدن، ومن وجهة نظر محلية هناك ما هي آراء الناس حول هذا الحزام الأمني؟ بداية التحية لك أخي ولضيفك الأستاذ نبيل ولمشاهدي القناة. في عدن كثرت المشكلات وتفاقمت مظاهرها. الحزام الأمني إحدى هذه التجليات التي يصدر العبث. يعني الآن في عدن صارت الأحزمة الناسفة والحزام الأمني على حد سواء يعبثان بعدن ويشوهان صورتها ويحدثان البلابل. اليوم هناك اجتماع يقوده وزير الداخلية لمناقشة مشكلات الحزام الأمني الذي يعتدي على المقاومين، على يداهم المنازل العائلات. وبالتالي صارت عدن التي هي كانت نموذجا للتحرير، يجب أن تقدم النموذج الجميل للشرعية وللمناطق المحررة، صارت ماكينة إنتاج مشكلات تشوه هذه المنجزات التي تحققت. بل إن الناظر اليوم للصورة للمشهد العام يجد أن المشكلات الأمنية التي يصدرها عدن وبعض المناطق المحررة تطغى على صورة الجبهات والمناطق التي يجب أن تحرر، وبالتالي تشوهت الصورة الخارجية من اليمن. بالتالي يجب على الشرعية أن لا تترك يعني هذا الحزام الذي لا ندري إلى اليوم ما هي لمن يتبع ومن يقوده وما هي حدود صلاحياته. عقد اجتماع قبل أسابيع برئاسة وزير الداخلية وبحضور محافظ عدن ومدير أمنها، وقالوا أن الحزام الأمني يخضع ويشتغل تحت إدارة أمن عدن، ولكن لا نرى ذلك على أرض الواقع. بل خرج بعد يومين مدير أمن لاحق، لأن الحزام الأمني الآن يتمدد، هو الحاكم الفعلي في عدن وفي لاحق. وقال مدير أمن لاحق، قال نحن لا نعتمد هذه التصريحات، نريد شيئا على أرض الواقع. أي أنه كان على علم أن الحزام الأمني لن يخضع لإدارة الأمن، وبالتالي ترك الحزام الأمني هكذا يعتمد. طيب قبل ذلك أستاذ عبد الرقيب، قبل ذلك من أين خرج هذا الحزام أو كيف تكون أساسا؟ تم تشكيله مباشرة من قبل قيادة التحالف المتواجدة في عدن، قوات الإمارات تحديدا، وشكلوا هذا المكون أو هذا الحزام بقيادة وزير الدولة هاني بن بريك، وجرى تجميع بعض التشكيلات وبعض قيادة المقاومة وبعض المكونات، وترك يعمل بعيدا عن إدارة الأمن. هناك مداهمات حصلت لكبار من المسؤولين والقادة، أمثال وكيل جهاز الأمن القومي، وحصل هناك اعتراض من قبل قيادات ومشايخ شبوة التي ينتمي إليها، وذهبوا إلى محافظ عدن وإلى مدير الأمن وقال نحن ليس لنا علاقة بهذا الموضوع. هناك اختراقات يعني تحصل من قبل هذا الجهاز. طيب من خلال كلامك، هل يعني يتسنى لنا القول أن ما يجري الآن هو ظهور لكيان أو يعني لهيئة أو سلطة موازية للسلطة المحلية في عدن؟ بالضبط، هي 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 هو هي هذه الصورة، سلطة موازية أو بديلة أو مقابلة للسلطة الرسمية المتعارف عليها، و لا تخضع لهذه السلطة، ولها سطوتها وقوتها وإمكاناتها التي يعني لا يمكن أن تقارن بأجهزة الأمن أو بالسلطة المحلية في عدن. يعني هذا الحزام
يعني بهذه الصورة التي ظهرت اليوم الشكوى. أنت تتابع وسائل الإعلام في عدن أو شبكات التواصل الاجتماعي تجد هذه الشكوى وهذا التبرم وهذا الضيق وهذا الانزعاج من هذه التصرفات التي يقوم بها الحزام الأمني. ولكن لا ندري يعني لماذا يعني لم تترحل الشرعية تركت. طيب هناك من يلاحظ يعني أستاذ عبد الرقيب، هناك من يلاحظ أن هناك ترددا في موقف السلطة المحلية من هذا الحزام الأمني، إلى ما يعود ذلك برأيك؟ وهذا هو المريب. يعني السلطة المحلية يعني لم تقل أنها بعيدة عن هذا الحزام وأنه غير خاضع لها وأن التصرفات التي يقوم بها هذه المعيبة والمسيئة بالأخير هي تمسها مباشرة، لم تقل صراحة وتتبرأ من هذه الأعمال ولم تتبناها وتكون مسؤولة أمام الناس. يعني حدثت الكثير من الكوارث التي صدرها لنا هذا الحزام، بدءا من ترحيل المواطنين من عدن، ثم مشكلة القاط وإهانة المواطنين بل وقتلهم على بوابة عدن، وبعد شهرين تم إلغاء هذا القرار وصارت الأمور كما هي. أين تقف السلطة المحلية؟ لماذا تسمح لنفسها؟ لأن بالأخير هي جزء من الموضوع، ووزير الداخلية قد رمى الكرة إلى ملعبهم وقال أن الحزام هو تحت إمرة السلطة المحلية، وباعتبار المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية في عدن، وبالتالي التصرفات التي يقوم بها تعود مباشرة إلى هذه السلطة. ولكن طيب بعد هذا القرار هل تمت استجابة من قبل الحزام الأمني للسلطة المحلية والمحافظ؟ كما أخبرتك يعني لا يوجد هناك يعني عمل منظم للحزام الأمني تحت إمرة السلطة المحلية. الحزام الأمني كيان مستقل بذاته، له سطوة قوية، لا تستطيع إدارة الأمن أن تحرك طقما عسكريا واحد خارج الجسر البحري الذي يفصل خور مكسر عن مديرية المنصورة والشيخ عثمان. أربع مديريات التي هي تمثل بوابات عدن هي تحت سطوة وقوة الحزام الأمني، ولا يوجد للجهات الأمنية أو لإدارة الأمن تواجد في هذه المناطق، وبالتالي لا يوجد وضوع بين يعني حتى من قبل السلطة المحلية في عدن أن تكون مسؤولة أو غير مسؤولة عن كل ما يجري من عبث في عدن. طيب بسؤال أخير أستاذ عبد الرقيب، هل ترى أن هناك بارقة لتأطير عمل هذا الحزام الأمني بشكل مؤسساتي مدني واضح ضمن مؤسسات الدولة في يعني الآونة القادمة، خصوصا مع تصاعد وتيرة احتجاجات الشعبية بخصوص هذا الحزام؟ يبدو لي أن هناك خطوات بدأها وزير الداخلية بالاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين، وكان كلامه صريحا أن الحزام الأمني يتبع ويشتغل تحت إدارة الأمن في المحافظة، لكن يبدو أن هناك ممانعة من قبل جهة هي أكبر من الشرعية وأكبر من السلطة المحلية، وهي يعني تحاول أن تخوض بالحزام الأمني جولة معينة من الأداء الأمني. يعني إلى متى ستستمر هذه التصرفات الخاطئة؟ متى يتم هذا التأطير الحقيقي ويكون الحزام الأمني جزء من منظومة الأمنية في المحافظة؟ يعني هذه لا ندري متى، ولكن يعني على المدى القريب لا أعتقد ذلك. إذا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب الهدياني كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ نبيل. الأستاذ نبيل، من خلال حديث الأستاذ عبد الرقيب وخصوصا النقطة المحلية أنه يبدو أن هناك سلطة ممانعة أكبر من سلطة من السلطة الشرعية والسلطة المحلية، هل يمكن تفسير مواقف السلطة المحلية من الحزام الأمني وفق أن هناك من يتحكم بالمشهد بشكل أكبر؟ لا شك أنه نحن شاهدنا خلال الأسبوع الماضي حالة التباين التي تحدث من خلال الناطق باسم المحافظ
أو مدير الأمن تقريبا أصدر بيان أنه نطق باسم المحافظ، نعم باسم المحافظ، أنه هذا الحزام الأمني أنه لا يتبع سلطة المحافظ، وأنه هذه كثير من الأعمال لا ترق ولا تعبر عن سلطة المحافظة. وفي اليوم التالي مباشرة صدر بيان من نفس مكتب المحافظ يقول أنه هذا البيان غير صحيح وأنه غير منصف، وكان يعبر عن وجهة نظر. يعني نحن أمام حالة ارتباك، هذا الحالة الارتباك تبين حالة الفشل الكبير الموجود في هذه المحافظة، وحالة التناقض التي تدار من خلال بعض الأطراف الموجودة في التحالف العربي. نحن أمام لعبة واضحة مكشوفة، هناك أطراف لا تريد أن تكون المناطق المحررة نموذج يمكن أن يدفع اليمنيين إلى مزيد من الاقتداء بنموذج عدن، لكن للأسف هذا الذي حاصل الآن. هناك أطراف من مصلحتها أن يعرقل مسألة التحرير وأن تكون المناطق المحررة نقطة سيئة في المشهد العام السياسي في اليمن، فهذا في الهدف النهائي والأخير هو يطرح تساؤلات كثيرة. أن هناك أطراف في التحالف العربي يعني لها مصالح متعارضة ومتناقضة أيضا مع توجهها المعلن، أنه في توجه معلن أنه لاستعادة الشرعية في اليمن واستتباب الأمن والاستقرار، لكن الموجود على الأرض أيضا عكس ذلك تماما. ما هي ملامح هذه الإرادة المغايرة؟ مثلا على سبيل المثال الحزام الأمني، الحزام الأمني أصبح أكبر كارثة اليوم، الفشل الأمني الموجود في عدن والفشل السياسي والفشل الخدماتي من كهرباء هو كله انعكاس لأداء هذه المؤسسة أو لأداء هذا الكيان الذي يتدخل في صلاحيات كثير من المؤسسات الموجودة، السلطة المحلية والأمنية والسيادية. نحن أمام كيان ميليشوي مدعوم من قبل الأطراف في التحالف العربي يشتغل خارج إطار حسابات الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي، بل وستكون انعكاساته خطيرة، وهما تمثل أيضا في كثير من التصرفات والممارسات التي كان من ضمنها أيضا الهجوم على قيادة مقاومة تعز المتواجدين في عدن قبل شهر من الآن، وكان أيضا من ضمنها ترحيل المواطنين الشماليين المنحدرين من مناطق شمالية في المقيمين في عدن منذ سنوات وأصبحوا عدنيين من حيث السكن ومن حيث الإقامة ومن حيث، وأيضا في أداء أيضا فيما يتعلق بمسألة الضرائب القات وقرار منع القات الذي كان متخذ من قبل الحزام الأمني وعاد المحافظ واستأثنى هذا. يعني نحن أمام اشتغال خارج إطار الهدف الكلي للتحالف العربي. هذا الاشتغال واضح، لم يعد اليوم هناك أسرار في التحالف الأمني أو حزام عدن أو الحزام الأمني، هذا هو يتبع طرف معين في التحالف العربي والجميع يعرف هذا الطرف، وهو الذي يمول هذا الطرف، وهو الذي يدير المسألة الأمنية المتعلقة بالحزام الأمني. والحزام الأمني اليوم من أكبر العوائق أمام استتباب عدن وعودتها عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية، وأيضا اليوم أيضا والكارثة الخطيرة الذي اليوم يعني تمثل انعكاس طبيعي لهذا الفشل أو لهذا الكيان المشوه ممثل بالحزام الأمني هو حالة الحصار المضروبة على المناطق الشمالية التي تقاتل الآن كتعز. يعني الآن يعني كثير من الإمدادات والتمويل للمواطنين والتمويل أيضا بالسلاح والذخيرة التي كان يفترض أن يكون أو يأتي وأيضا الذي كان يفترض أيضا أن يتم شراؤه، يعني أنا لا أقول أنه يأتي من قبل التحالف، إنما يتم شراؤه من السوق السوداء الموجودة في عدن للأسلحة، يتم بعد أن يتم شراؤه يمنع من خروجه إلى باتجاه تعز. يعني نحن أمام لعبة مكشوفة واضحة أنه هناك اشتغال خارج إطار التحالف العربي ويعمل على إفشال استراتيجية الكلية للتحالف وهي استعادة الشرعية في اليمن. طيب دعنا أستاذ نبيل نكمل في حلقة اليوم، لكن قبل ذلك نتوجه إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا الكرام نستكمل حلقتنا في هذا المساء، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، هذه الـ يعني الاختراقات أو الخروقات التي يقوم بها الحزام الأمني، من الواضح من حديثك أنك تعتبرها سلسلة ممنهجة من الأفعال التي تهدف إلى خلط الأوراق في المشهد في عدن. كيف سيؤثر ذلك على فكرة التدخل الذي قام به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعودتها إلى العاصمة صنعاء وعودة مؤسسات الدولة لها؟ لا شك أنه الآن وصلنا إلى نقطة خطيرة وحرجة في مسألة استعادة الشرعية. الفشل الكبير في المسار الأمني في المناطق المحررة وفشل تجربة المناطق المحررة في أن تكون مناطق بديلة لليمنيين الموجودين في مناطق الصراع والحروب انعكست بشكل سيء جدا على المناطق التي لا زالت ترزح
تحت احتلال الانقلابيين. وبالتالي هذا الإشكالية هي تولد أعمال عكسية تدفع الناس إلى عدم المغامرة والذهاب إلى مواجهة الميليشيات الانقلابية بالنظر إلى أنه ليس هناك سند أو ظهر يستندون إليه، في سواء فيما يتعلق بالذهاب إلى هذه المناطق للاحتماء أو الذهاب بعوائلهم وممتلكاتهم، أو حتى فيما يتعلق بوجود خط إمداد وإسناد لهم، وخاصة فيما يتعلق أيضا بالجرحى الذين تعفنت جراحهم ولم يسمح لهم بدخول عدن. تخيل إلى وصلنا إلى درجة أنه الجريح لا يسمح له بدخول عدن من قبل الحزام الأمني تحديدا، لأنه كثير من التواصلات يتم التواصل مع الجهاز الرسمية فيقولوا لهم نحن ما عندنا مشكلة، لكن وين المشكلة؟ المشكلة تكمن أن الحزام الأمني يريد رفض دخول مثل هذه مثل هؤلاء الجرحى. بالتالي كل هذا ينعكس بشكل يعني هذه الأعمال أيضا لا تتم اعتباطا، هي تعمل كما قلت في سؤالك أعمال ممنهجة ومدروسة وفق استراتيجية وخطة واضحة. هذه الخطة الواضحة تقتضي بإيجاد فشل أو بتخليق حالة فشل عامة في مواجهة هذا الانقلاب والتعامل مع الانقلاب كحالة واقعة. هذه الحالة من الفشل إلى ما تهدف؟ هي تهدف إلى تمكين مشروع الانقلاب، ويصبح الانقلاب هو سلطة الأمر الواقع الذي من خلاله سيدفع المجتمع الدولي لأن ينظر لإمكانية إعادة تقييم واعتراف بتجربة الشرعية أو مقارنة في تجربة السلطات الشرعية في عدن والسلطات الانقلابية في صنعاء، وبالتالي سيكون تقييم المجتمع الدولي بالضرورة يصب لصالح الانقلابيين بالنظر إلى أنهم استطاعوا أنهم يديروا الملف الموجود المناطق الموجودة تحت أيديهم على عكس السلطات المحسوبة على الشرعية في عدن التي فشلت فشلا ذريعا. بالتالي هذا الخلطة وهذا اللعب الموجود هي الهدف الكبير والمركزي منه، هي وصول المجتمع الدولي لقناعة أنه الانقلابيين ممكن نتعامل معهم كسلطة أمر واقع، والشرعية تبحث لها عن مخرج آخر أو أن تقبل بالحلول السياسية التي ستتخلق وسيفرضها المجتمع الدولي في فترات لاحقة. طيب الممارسات على الأرض هل ستدفع بالناس إلى الخروج بشكل أكبر وبشكل أوضح، ربما بحيث تعطي إشارة سواء إلى السلطة المحلية أو للسلطة الشرعية في الأساس ومن ثم للتحالف العربي بأن هناك حاجة مجتمعية في الدرجة الأولى لإعادة ضبط الأمور ووضعها في المسار الصحيح؟ نحن عندما نتحدث عن أعمال ممنهجة وخطة متكاملة، مثلا على سبيل المثال الآن مثلا في عدن تم ملاحقة كل القادة الذين كان لهم دور كبير ومركزي في تحرير عدن، سواء من الذين ينتمون للتيار السلفي أو ينتمون للتيار الجنوبي الوطني أو التيار أيضا أو تيار الإصلاح، وتم ملاحقة تم اغتيال أعداد كبيرة منهم، تم اعتقال أعداد كبيرة منهم، أيضا فر الكثير منهم إلى خارج عدن والمملكة وبقية الدول الجوار. وبالتالي نحن أمام عمل ممنهج يهدف إلى ليس فقط يعني إحداث هذا الفشل، ولكن أيضا إلى ضرب أي حالة ممانعة أو حالة اعتراض على وجود الحزام الأمني وسياساته التي أوصلت المناطق المحررة إلى هذا الفشل الكبير. طيب هل تخرج موضوع الحزام الأمني، هل يخرج من خارج أو تأثيره هل يخرج من سياق عدن إلى أماكن أخرى، أم أن تأثيره يبقى فقط في عدن كعاصمة مؤقتة لليمنيين؟ هو في عدن ظهر بشكل كبير، والحزام الأمني لعدن هو منطقة عمله الاستراتيجية بحسب الخطة المدروسة لها هي عدن، لكن في الآن تجربة مشابهة يتم تطبيقها في حضرموت، وفي أيضا في الآن في لاحق تقريبا نفس الإشكالية، وسنشهد خلال هذه الأيام حالة مواجهة الآن في جبال يافع بين قوات الحزام الأمني وقبائل الحد. نحن أمام سلسلة ممنهجة لاشتغال خارج إطار الاستراتيجية المعهودة والمعترف بها للتحالف العربي هو استعادة الشرع في اليمن. ما يقوم به الحزام الأمني والفصائل التي على شاكلته وتمضي وفق نسق هذا التوجه هي تعمل على أيضا، والخطورة هنا تكمن أن هناك توجه ربما أو مهمة موكلة لهذا الحزام الأمني هو خلق حالة واقع فيما يتعلق بمسألة الانفصال والبدء بالاشتغال على وتيرة المناطق الحدودية. يعني إلى الآن لم تصل إلى مناطق الحدودية، ربما مقدار العمل الممنهج ضد
كثير من المواطنين ربما لم يصل إلى حدود المناطق المحررة بقدر ما هو ما زال في عدن فقط. هي لا زالت في عدن، لكن الآن ربما تريد أن تتمدد إلى مناطق أخرى كما رأينا الآن في جبال الحد، أيضا في مناطق لحق كرش وغيرها، لكن لم تظهر بالشكل الذي هو موجود عليه الحال في عدن، بالنظر إلى أنه يعني المنطقة المنتشرين فيها هي منطقة عدن. لكن باعتقادي أنه في الآن توجه ربما بالذهاب، يعني مثلا تتوقع ذلك؟ أنا أتوقع أنه الآن مثلا في حضرموت الآن يتم استنساخ نفس التجربة، ولكن لأنه عدن أو ظروف حضرموت مختلفة فيما يتعلق بتنقلات الناس واعتمادها، وليست حضرموت أيضا أو المكلا عاصمة أو منطقة مهمة كعدن، وقربها من المناطق الشمالية التي تدور فيها المعارك، مناطق إب ومناطق تعز، وبالتالي تركز الإشكالية الكبيرة الآن في عدن وما جاورها. وهذا الخطورة اليوم تكمن كما قلت لك، أنه هناك ربما توجه، هذا التوجه بدأ يظهر بشكل كبير من خلال حصار ومنع امداد المقاومة في تعز، ومنع أيضا ذهاب الجرحى عن طريق عدن. كل هذه أعمال طرد أيضا الشماليين من المناطق الموجودة مناطق عدن، كل هذه كل تصب في خانة توجيه سياسات معينة من أجل الوصول إلى سلطة أمر واقع. هذه سلطة الأمر واقع هي التي تفرضها هذه القوى الغير نظامية، وربما تفرض تحديدا ما بين شمال وجنوب في نهاية المطاف أو تمهيدا لي. هو هذا الهدف الكبير الاستراتيجي. هناك اشتغال نحن نشاهد يعني على امتداد المرحلة تصريحات. هل يتم تمهيد له إعلامية؟ نعم يتم تمهيد له إعلامية من خلال كثير من وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام المرتبطة ببعض الأطراف في المنطقة في التحالف العربي، من خلال كتاب كبار، ومن خلال أيضا مسؤولين محسوبين أيضا على السلطة الشرعية، كما كتصريح الذي سمعناه قبل يومين لحيدر بوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية، وهو يتحدث عن استعادة الدولة في الجنوب. يعني نحن أمام عمل ممنهج ومدروس ويتم الاشتغال على مهل ويعني بهدوء تام، لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي أنه كل هذا الذي يتم هو بالضرورة يصب في صالح المشروع الإيراني، وفي صالح أو في ضد وتوجهات التحالف العربي ضد المملكة العربية السعودية تحديدا. طيب يعني بتطرقك لتصريحات السياسية للعطاس وحديثه كذلك على الانفصال، العطاس هو الآن مستشار لرئيس الجمهورية، هل يمكن قبول خروج مثل هكذا تصريحات والحديث عن أن للجنوبين أن ينتظروا حتى تقام دولتهم التي متوقع أن تقام مثلا ربما خلال 4 سنوات كما تحدث أو كما فهم من هذا من هذه التصريحات؟ هل تقبل هذه التصريحات في إطار سلطة شرعية تقاتل انقلابيين على هذه الدولة؟ والله هذا السؤال يوجه للسلطة الشرعية نفسها، يوجه للرئيس عبد الرب مصر هادي، يوجه لنائب رئيس الجمهورية، يوجه لهذه السلطة كلها، يعني أنه هذا محسوب عليكم مستشار رئاسة الجمهورية، ويتم الحديث أو يتحدث بهذه اللهجة التي تنزل إلى مستوى غير رجل دولة، يعني هذا تعتبره واحد متظاهر من الموجودين في الشوارع، يعني بدون أي مسؤولية، لا مسؤولية قانونية ولا أخلاقية ولا سياسية أيضا. يعني يفترض أنه مستشار رئيس الجمهورية تحدث كلاما موزونا وفي تناسب المكان التي هو مستشار رئيس الجمهورية، وبالتالي نحن نتمنى أن نسمع من الطرف الرسمي ومن الحكومة الشرعية توضيحا وتفسيرا للكلام الذي قاله مستشارهم لرئاسة الجمهورية. ما هي الخطوات المتوقعة في مثل هكذا حالة؟ من أي جهة؟ من قبل السلطة الشرعية التي يفترض أنها تتبنى مشروعا وحدويا، أو يعني كما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك تم تدخل التحالف العربي وفقا لهذه الرؤية. نحن بانتظار تصريح وتوضيح من الحكومة الشرعية أنه هذا، هل حيدر بوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية أم رئيسا لمشروع الانفصال الموجود في الجنوب؟ يعني هي إما خيارين، إما مشروع الوحدة وفقا لما توصل إليه اليمنيين في الحوار الوطني، وفقا لهذه اللحظة التي تقتضي وحدة الصفوف واستعادة الدولة والنظام والقانون، أو الذهاب إلى مشاريع تشطيرية، مشاريع صغيرة لا يمكن لها أن تصمد أمام الكارثة والخطر الكبير الذي يتهدد اليمن الآن. طيب يعني لمزيد من النقاش حول هذه الأفكار ينضم إلينا الآن عيدروس النقيب، رئيس مركز الدكتور عيدروس نصر النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات. مساء الخير دكتور.
أهلا، مساء النور، يا مرحبا. أهلا بك دكتور. يعني هناك حزام أمني في عدن، هناك كثير من الممارسات التي يتم شجبها، وهناك حديث عن ما يشابه الهيئة أو السلطة الموازية لسلطة الدولة أو السلطة الشرعية بداخل عدن، وهناك أيضا تصريحات لمن يعتبر مستشار لرئيس الجمهورية تغذي فكرة الانفصال في هذا الوقت. كيف يمكن قراءة هذا المشهد أو المشهد السياسي وفق هذه المعطيات بأكملها؟ شكرا جزيلا. أولا طبعا بالنسبة لموضوع يعني السلطة الموازية، الحقيقة أنا أعتقد أن ما تشهده عدن ومحافظات الجنوب والمحافظات اللي يقال عنها محررة هو حالة طبيعية ناتجة عن غياب المركز الرئيسي للسلطة، وهو ممثل برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. أنت علشان تضمن وجود دولة ونظام يعبر عن الجميع وغياب السلطات المتوازية الكثيرة، لأنه ما توجد ليس سلطة واحدة موازية، عدة متوازيات يعني لا يحكمها مركز واحد، والسبب في ذلك هو غياب رئيس الجمهورية وغياب رئيس الحكومة وغياب معظم الوزراء. يعني أنت أفهم من كلامك الآن دكتور أن هذا الغياب يعني وكأنهم ضيوف. نعم، أفهم من كلامك أن هناك غيابا تم شغره من قبل من قام بتأسيس هذا الكيان أو هذه الهيئة أو السلطة. شوف أنا طبعا مش عارف الحزام الأمني، أنا أعتقد أنه هو جهاز أمني، لا أدري هو تابع لوزارة الداخلية وتابع لإدارة أمن عدن أم أنه هيئة أخرى موازية، لكن من الواضح أنه هناك مجموعة من العشوائيات التي هي لا تخضع لمركز واحد. يعني هو كان وزير الداخلية قد صرح بضرورة أن يتبع هذا الجهاز الأمني أو الحزام الأمني وزارة الداخلية، لكن هناك الكثير من التصريحات التي تتحدث على أن تصرفات هذا الحزام الأمني على الأرض لا توحي بأنه فعلا استجاب لوزارة الداخلية أو للسلطة المحلية بداخل عدن. بشكل عام الوضع في المحافظات الجنوبية وكذلك في العاصمة المؤقتة عدن، وبظل هذا الغياب الذي تحدثت عنه من قبل الرئاسة ورئاسة الوزراء، وإن كان هناك بعض الوزراء المتواجدين في عدن، كيف يمكن قراءة اللحظة السياسية الراهنة وفق مشاورات سياسية تمت وفشلت كما يبدو في الكويت، وكذلك وجود توجه إلى كما يبدو أيضا إلى حسم عسكري في بعض المناطق في مناطق التماس في هذه التي تشهد مواجهات بين الحكومة الشرعية وكذلك الانقلابيين؟ المشهد اليمني في جنوبه وشماله هو مشهد معقد، يعني لا توجد عندنا ثنائية واحدة تحسم الأمر كله، يعني شرعية وانقلاب. هناك ثنائيات متعددة، هناك ثنائية الوحدة والانفصال، هناك ثنائية الشمال والجنوب، هناك ثنائية الشرعية والانقلاب، يعني هناك ثنائيات أخرى داخل هذه الثنائيات يعني تعقد المشهد وتجعل مسألة الحديث عن لوحة واضحة المعالم أمر صعب. لكن باختصار شديد، لو أن لدينا يعني شرعية تريد أن تأخذ بمشروعيتها لاكتفت ولو بمدينة واحدة محررة وأقامت السلطة فيها وبدأت ببناء الدولة من هذه المدينة، فما بالنا ولدينا يعني أكثر من 400,000 كيلومتر مربع محررة كما يقال وغير مملوءة، عبارة عن فراغات يملأها من يجد نفسه. أنا حقيقة أشير إلى أنه بالنسبة للحزم العسكري، الحقيقة هو يبدو لي أنه العملية الجراحية المؤلمة التي هي صارت ضرورية للأسف الشديد، لأن الآخرين لأن الطرف الانقلابي لا يرعوي ولا يريد أن يعود إلى رشده ويقيم حل لكل اليمنيين، هو يريد حل ينفرد به لوحده، وللأسف هذا قضية مؤلمة. بالنسبة لقضية الجنوب، قضية الجنوب هي معروفة للأسف الشديد، كل القوى السياسية تتحايل على الجنوب وتقول له يعني أفضل الناس يتحدث على الجنوب، يقول بعد ما نحسم القضية مع الانقلابيين سوف نحل قضية الجنوب. طيب هل هذا يفسر يعني برأيك صمت السلطة الشرعية عما يحدث من إجراءات بداخل عدن؟ ما يحدث من إجراءات بداخل عدن هو إجراءات عشوائية، يعني هي اجتهادات
أنا شخصياً لا أقيمها، لكنني أبررها، أبرر إن يعني أتفهمها، أقصد إنه لا يوجد مركز رئيسي يصدر القرار، فكل واحد بيتخذ قراره بصورة عشوائية، ومعظم القرارات قد تكون صادرة بحسن نية لا يعني تغضب البعض وترغي البعض، هذا لأن الدولة ورمز الدولة لم يتحمل مسؤوليته وترك الأمور على عواهنها، وبالتالي صار كل واحد يجتهد من عنده. وأخشى ما يخشاه الواحد هو أن هو نشوء جماعات مسلحة ونشوء ما يسمى بأمراء الحروب، وهذه هي الخطورة الكبيرة، لأنه في ظل ضعف الدولة تنشأ جماعات أخرى والسلاح منتشر وبسهولة يعني يمكن الحصول عليه. طيب يعني بعجالة دكتور، هل يبرر ذلك أيضا يعني خروج تصريحات تتحدث عن ما يشبه الانفصال في من قبل شخصية اعتبارية كمستشار رئيس الجمهورية؟ يعني تقصد أنت من مستشار الرئيس؟ حيدر العطاس، نعم. الذين ينادون بالانفصال أو باستعادة الدولة الجنوبية كثر، وأنا شخصيا واحد منهم، لكن أنا ليس لي مركز قيادي في السلطة الحالية، سواء أني عضو مجلس نواب انتهت ولايته منذ سنة. يعني هو بكل تأكيد حق مشروع، لكن هناك تمثيل للسلطة الشرعية، أليس كذلك؟ أنا أعتقد أنه يعني موضوع قضية الجنوب يجب أن ينظر إليها بجدية، ويجب على المسؤولين، وأنا أتحدث عن الأخوة أشقائنا أعزائنا الكرام، أخواتنا في الدم، من المنتمين إلى محافظات الشمال والذين لهم وجود قوي في السلطة، يجب أن ينظروا إلى المسألة بنظرة جدية، ليس بنظرة عدائية. يجب إلا نأخذ الانفصال وكأن الوحدة وفاء وأمانة وشرف، والانفصال خيانة. هي قضية إشكالية يجب معالجتها. لو إن السلطة الشرعية بما في ذلك رئيس الجمهورية عالجت أوضاع الجنوب واستغلت الفرصة والانتصار الذي تحقق وبدأت ببناء الدولة في الجنوب، لما احتاج الجنوبيين للانتصار. لكن الاستمرار في تعذيب الجنوبيين خوفا من أن ينفصلوا، هذه فكرة خرقاء. يعني أنه لا تبنوا دولة في الجنوب ولا تعملوا تنمية ولا تعملوا لهم خدمات حتى لا ينفصلوا، هذا قلب للهرم رأسا على عقب. الحل يعني العكس هو كل ما يجرى في الجنوب من إهمال وتجاهل وتعمد لإخفاء الخدمات والمتاجرة بالمحروقات والعبث بالأملاك الجنوبية هو ما يدفع الناس إلى الانفصال. فيعني منطقيا علينا إلا نلوم الضحية إذا أساء التصرف، يجب أن نلوم الجلاد الذي بالغ في جلده للضحية. أشكرك رئيس مركز شمسلي الدراسات دكتور عيدروس النقيب. أستاذ نبيل بعجالة، تعليقك على ما تفضل به الدكتور. أنا أجدني أتفق إلى حد كبير في ما طرحه الدكتور عيدروس النقيب، وخاصة فيما يتعلق بمسألة وجود فراغ كبير موجود في الجنوب. هذا الفراغ هو الذي أدى إلى نشوء مثل هذه الكيانات خارج إطار السلطة الشرعية. مسألة الوحدة والانفصال، أنا باعتقادي أيضا أنها هي مسألة ليست يعني عندما نتحدث عن الوحدة إحنا نتحدث عن شيء مقدس، وإحنا نتحدث عن الانفصال لا نتحدث عن شيء شائن وغير منطقي. إحنا نتحدث عنه الوحدة والانفصال وسائل وليست غايات. إذا تحققت رفاه وأمن واستقرار اليمن بأي من هذه الطريقتين فهي فليكن، لكن حينما تكون الوسائل غير شرعية أو الوسائل غير شريفة للوصول إلى أهداف غير شريفة كلها سيئة، باعتقادي أنه هذا يؤدي إلى كارثة. الآن حينما نتحدث عن الممارسات التي تتم في الجنوب، يعني مثلا حينما نتحدث الآن عن مسألة الانفصال في الجنوب، الجنوب اليوم شبه محرر، ومن يدير الجنوب هم الإخوة الجنوبيين، وبالتالي هم إذا كانوا فشلوا في النموذج البسيط الموجود في عدن في إيجاد تجربة ناجحة ممكن أن يبنى عليها وحدة أو انفصالا، لم تحقق شيئا حتى الآن، فكيف سيتم الحديث عن مسألة انفصال كل المنطقة كلها؟ نحن أمام إشكاليات خطيرة. هذه الإشكاليات تتمثل أيضا بالهدف أو بالإشكالية الكبيرة الموجودة في مسألة الشرعية. الشرعية غير حاضرة على الأرض وفشلت فشلا كبير، وهذا الفشل يتبدأ في فشل كل المشاريع الموجودة على المشهد السياسي اليمني في هذه المرحلة. إذا وصلنا بهذا أستاذ نبيل إلى ختام هذه الحلقة. في ختام أشكرك، وأشكر كذلك السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، نلتقي بإذن الله. السلام عليكم.